يا ربي يا ربي يا ربي. لا الو ايه عم بسمعك. شو صار؟ ليش ما تركي؟ ليش يا ربي؟ ليش يا ربي؟ ليش انا يا ربي؟ ليش يا ربي؟ يا ربي يا ربي يا ربي ليش انا؟ ليش انا يا ربي؟ ليش 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 يا ربي؟ وينكم؟ نطف قلبي على كاسة هالشاي. يلا جايين. شو عملنا لك شايات غير شكل؟ اي والله يطيب الايدين. امي نادي لاختك مشان تتعشى قبل ما تعدي. يلا. ايه قعدت. ساسا يا ساسا من هون بدك تزعوطي؟ كنت انا ناديت لها. نعم نعم. امي سارة تفضل تسلمي لي يا سارة. الله يسلمك يا حق. ابدا لا اوصل لعندك. سارة ليش ما سارة 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 خرب بيتك شبك لك يا مسل. لك تضربي ما اخلص هيك. قطعتي لي قلبي قطع. لا ما هالفصول الناقصه ما بدك تبطلي انت الهسوسه. ما رح بطلها لحتى تصير فنانه مشهوره. بالله ايه بتدربي معناتها على دور بنت البكالوريا اللي بترسب. ايه لانك رح ترسبي. خلاص لا تزعل انا اسف. ما بدي. لا تزعل لو سمحت. مش كنت عم تناديني. قومي عم استناك على العشاء. لك شو عم بيعملوا؟ بعتناها لتجيب اختها عصيهن الاثنين. والله يا بنتين بيسووا 100 ولد من نمره ابنك، لا تحكي عليهم. يعني مو حلوين؟ لا مو حلوين ما حبيتهم، تضربي انت وهسوسه. لك خلص. لك وينكم امي؟ رح يبرد الشاي. هاتوا اعطونا شاي. عم تمارس مواهبها بنتك المصم. اشربي بابا اشربي. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم يا حبيباتي. طول عمركم مريحين. ويخلي لنا اياك ابو ايهم. وابنك كمان الله يرضى عليه. ولي على قلبي. ملحوش بالشغل لنصاص الليالي. وفكرك يعني ايهم عم يشتغل مشان يساعدني او يساعد حاله؟ لكن مشان شو؟ عم يشتغل هالشغل مشان يعاقبني. شلون يعني؟ ايه ليعاقبني. ويحسسني قديش مقصر. أيام بعمره ما كان رضيان على عيشتنا ولا مقتنع فيها. عقدة حياته المصاري. أي والله يا بابا فعلا هو ما كان يحب ابن خالتي ولا كان يطيق عشرته بس لأنه معهم شوية مصاري. اسكتي أنتي بابا. هو يمكن أنت معك حق بس مشان الصراحة أيام عم يساعدنا كتير بالمصروف. يعني ما عم يقصر. ويامي انت رافايت على البيت ومفوت بايده اغراض. خير خير ان شاء الله.